نورا العسيله الملقبه بشيخه المجرمين بالسعوديه. بطله القصه هي المواطنه السعوديه نورا بنت محمد بن عبد الله العسيله، مثال حي للتسامح الممزوج بالصبر والايمان. ام ملكومه بموت ابنها، لكن استجمعت القوه والشجاعه اللي خلتها تقول اللي قتل ابنها بعد ما طلب منها تجيره ابشر وانا نورا. تعالوا نعرف حكايه نورا العسيله مع قاتل ابنها وازاي ارتقت بنفسها وعافت مرضاه لوجه الله عز وجل. بترجع احداث القصه لعصر يوم الجمعه 16 ربيع الثاني سنه 1441 هجرية في مركز خيبر الجنوب شرق منطقة العصير بالمملكة. كان المجني عليه عبد الله بن زامل بن مناحي قال راجح الحدرجي الواهبي الشهراني، واقف عند بركة مياه معمولة سبيل للدواب والأنعام بيملى منها، ومن غير سابق خصومة ولا عداوة راح له الجاني واتكلم معاه في أمر ما، بس حصل مشادة كلامية بسيطة بينهم وبدون سابق إنذار غدر بعبد الله وقتله. وفي مغرب يوم الجمعة نفس اليوم راح الجاني ومعاه زوجته ووالدته على بيت نورا ام القتيل وقال لها بانكسار وحزن: يما نورا يا ام مناحي، انا قتلت ابنك عبد الله وانا بين ايدك وده سلاحي، اقتليني او اجريني. صدمه مش طبيعيه فوق تحمل اي بشر. ام بتسمع خبر موت ابنها واللي قتل واقف قدامها وطالب منها القصاص او السماح، اختبار صعب على اي بني ادم. فلما يكون المبتلي ام تبقى حاله يعجز عن وصفها اللسان، بس كان رد فعل نورا عسيله غير متوقع، لان اللي حصل منها ما يصدرش من اشد الرجال تماسك وصلابة. اللي حصل ان الام الملكومة استجمعت كل قوتها وقالت: لا حول ولا قوة الا بالله، وان لله وان اليه راجعون، لقد اجرتك وانت في وجهي باذن الله عز وجل. ودخلته عندها للدار وقفلت عليه، وخرجت بره الدار ولمحت ابنها الكبير مناحي جاي عليه وكل غضب عليه يمين مغلظ انه محدش هيمسه ولا يلمسه لحد ما الشرطة توصل وتاخده سليم من بيتها. مش بس كده، دي اتصلت بولادها الاتنين التانيين علي ومحمد وبلغتهم انها اجارت الجاني، ولو اقسمت عليهم انهم يثبتوا في مكانهم لحد ما الشرطه توصل وتستلم الجاني ويتحكم فيه بشرع الله. وفعلا خرج الجاني من بيت نورا العسيله مع قوات الامن السعوديه من غير ما حد يمس بسوق لاستكمال الاجراءات القانونيه للجريمه اللي ارتكبها. وبالرغم من ان في ايام العزاء بعض الجيران سواء بقصد او بحسن نيه كانوا بيحرضوا اخوات المجني عليه اولاد نورا بانهم يخرجوا اهل الجاني من المنطقه وان المفروض ما يبقاش ليهم تواجد وسطهم بعد اللي عمله ابنهم، لكن كانوا بيتفاجئوا رد قال راجح اللي عندهم هم اللي يمشوا من المنطقة، ولأن جيرانهم يخرجوا منها، دول عشرة عمر ومتربيين من صغرهم مع بعض. واحترم كل الجيران قرار الشيخة نورا وأولادها في إن أهل الجاني يفضلوا في المنطقة. لكن تالت يوم من العزاء لاحظ إخوات المجني عليه إن جيرانهم ما بقوش يطلعوا من البيت، كمان أم الجاني وباقي الأسرة قافلين دايما عليهم بيتهم، حتى إخوات الجاني الذكور ما بيروحوش المسجد يصلوا مع باقي أهل المنطقة. كمان سمع إخوات المجني عليه إن جيرانهم عازمين على إن هم يمشوا من المنطقة ويرحلوا بسبب الجريمة اللي حصلت. فراح اخوات المجني عليه التلاتة مناحي وعلي ومحمد لبيت اهل الجاني، فاستقبلهم اخوه وقال لهم: لو جايين تاخدوا طاركم مني انا جاهز. لكنهم فاجئوه بردهم وقالوا: احنا مش جايين ناخد طار، احنا جايين لاجل الجوار. ودخل الاخوات التلاتة الام الجاني وطلبوا منها انها ما تسيبش المكان، وانهم جيران من عمر طويل، وانها زي امهم، وان دينهم واحد وقبلتهم واحدة، واللي حصل من الجاني بيمثله لوحده، وان الكل لازم استنى اللي هيحكم بيه ربنا واللي ربنا رايده هيكون. وبتاريخ 23 رجب 1442 هجريا بعد ما اكملت الجهات التنفيذيه والقضائيه السعوديه كل الاجراءات النظاميه في الجريمه صدر الحكم على الجاني بالاعدام. ولان نورا عسيله مثال للمسلم اللي طبقت دينها من بدايه فجعتها على ابنها واقتضت بهدى القران الكريم لما طبقت الايه الكريمه المذكوره في سوره الشورى بالايه 40: بسم الله الرحمن الرحيم فمن عفا واصلح فاجره على الله. فاللي حصل بعد كده كان درجه من درجات السمو وما يوصلهاش الا قلب متعلق برضا المولى عز وجل، وولادها ما هم الا مثال حي للابناء البرره. اللي حصل ان في يوم الجمعه في عيد الفطر 1442 هجريا اتجمع ابناء نورا العسيله بزوجاتهم واولادهم عشان احتفال العيد، ومن غير اي ترتيب مسبق بينهم الكلام دار عن اهل قاتل اخوهم عبد الله. وقالت لهم الشيخه نورا: انا عايزه اعفو عنه، ودي كانت رغبتي من اول ما قتل ابني في الوقت ده. ولما سمع الاخوات رغبه امهم في العفو عن الجاني اتفقوا كلهم على القرار وأيدوها فيه. مش بس كده، اتصل ابنها الكبير مناحي بوالدة الجاني وعايد عليها وبلغها انهم كلهم عفوا عن ابنها قاتل اخوه عبد الله لوجه الله. قصة نورا بنت محمد بن عبد الله آل عسيلة الدحرجية الواهبية الشهرانية سجلت درس تاريخي يحكى عنه اجيال لاجيال، ضربت مثل حقيقي لمعنى الصفح والعفو والتسامح عند المقدرة، لبست ثوب الطاعة لله ورسوله وارتقت بيه فوق جراحها، لبست وشاح الشجاعة والصبر والحكمة، فبقت قدوة
قدوة للمجتمع السعودي والإسلامي. اتكتب فيها أشعار انبهر الحكام بموقفها وموقف أبنائها البررة. حكايتها لو كتبها مؤلف مخضرم كانت قال عنها إنها ضرب من الخيال. نورة العسيلة الملقبة بشيخة المجرين هو لقب تستحقه عن جدارة، لأنها فخر للمملكة العربية السعودية وللعالم. كنت معاكم شروق من موقع عين مصر.